حضرة الكاهن، بعد إذنك قلي إذا ناقص شي لسه لحتى نجيبه. جونجان ما نزلت؟ نزلت جونجان؟ لا جونجان، رح أقعد هون، أنت قعدي ورا شبك. عادي. هاي البنت الهبلة شو سهل ينضحك عليها. لنشوف شو ناطرة. صار لك شي جونجان؟ انت لا تقلق. منيح؟ ايه صار لكم شي؟ لا، ما كانت مربوطة منيح، كانت رح توقع على راسها لجونجان. يا قلبي تخيلوا لو وقعت على راسها. وانت روناك، معقول تهرب وتتركها؟ ما كان فيك تنقذها يعني؟ لا، هذا كاران كان صافن وشارد بالسقف، لهيك قدر يشوفها وهي عم توقع بالارض. روناك ست امك، يعني انت مو شاطر غير بهذا الحكي؟ وانت يا ابني شكراً إلك. ما بعرف كيف بدي أتشكرك لأنك أنقذتني اليوم، عن جد شكراً يا كاران. شكراً كتير كاران. ساووا بطل بالأفلام وبالواقع، شو اللي عم بيصير هون؟ حدا يفهمني. انت شو عم تعملي مع كاران؟ بدك يوغ وكاران كمان؟ رح ورجيها الصورة ليوغ ووقتها منشوف كيف رح تبرري هالشي. ستي؟ ايه؟ ليكي وصلتني اللقطات الأولى من الفيلم، شوفوها مشان انتو تعطوني رأيكم. ايه اكيد، شغلوا يا روحي. رجاءً يا جماعة ما حدا منكم يجاملني. شو هالمسخرة هي؟ شو هاد الفيلم عن كهاني يعني؟ طبعاً ستي، هي اللي شايفتيها بينعمل عنا 5 أفلام. شو هالحكي؟ لك ايه، لك هاي وحدة ما بتستحي. شو القصة كاران؟ القصة واضحة يوغ، كل شي واضح قدامك، شوف بعينك ابني كيف عم تخونك مع كاران. لك يا ابني لا تنسى انه رقاصة، يعني متعودة على اغواء الرجال، هاي شغلتها من لما كانت صغيرة شباب. كهاني شو هالفيديو؟ انتو ناويين تضلوا ساكتين؟ احكوا شو هالمقطع؟ خلص احكي الحقيقة. ما في داعي أبداً تعملوا هاي الحركات، الحقيقة واضحة لهيك لا تنكروها. أنا رح أحكي الحقيقة هلأ. كانت المدام كهاني عم تساعدني. ساعدك؟ كيف يعني؟ أنا بحبها للآن سي جونجان، وقلت لها للمدام كهاني وهي تفهمت الموضوع ونصحتني إنه ركز على شغلي هالفترة بس لحتى ظبط وضعي مشان أقدر أتزوج. هذا هو الموضوع كله. المدام كهاني قلبها كتير طيب، طلبت مساعدتها وهي ما خجلتني، هذا اللي صار بس. منيح يلي حكيت الحقيقة يا كاران. يا جماعة أنتوا ما بيصير تحكوا قبل ما تفهموا القصة. روبا خلصنا إرافات، حاجتك شبك، ما فيكي غير تعملي لنا مشاكل كل يوم والتاني. أنا كرمال جونجان عملت هيك، يعني أنا بس كنت بدي أنصح كاران.
وهو فجأة نزل على ركبه ليشكرني هيك بحركة كتير عفوية. يا إيرافاتي، أنت بدك تضلي تعملي هيك؟ هذا الحكي ما بدي يتكرر أبداً. إذا سمحتي بكفي، أنت ما بصير تعملي مثل المراهقات وتفرجي الفيديو للكل. ليش عملتي هيك؟ هاي البنت مانا سهلة بالمرة، ويبدو أنه هاي الفضايح الصغيرة ما بتنفع معها. برافو عليك، طلعت مانك قليل. أنت طلعت ممثل شاطر، وأنا صرت هلأ من أول المعجبين لإلك. وبكل الأحوال أنت كمان شاطرة كتير، وبقترح تطلبي من السيد يوغ إنك تمثلي بالأفلام اللي جاية. نحنا رح نكون ثنائي ناجح كتير. وعدتك إنك تاخد دور بفيلم، ووفيت بوعدي. شكراً لإلك. وهداك المخرج واحد مصطنع، بالحقيقة أنا المخرج الحقيقي الشاطر. أنا لازم فوت على البيت مثل الحرامية، بس غصب عني لأنه ما في طريقة تانية لحتى أقبل المنتج. هاي أنت يا أخي، شو عم تعمل هون؟ قلي وين طالع على الحيط مثل الحرامية؟ لا جاي أبداً تسرق البيت؟ ولا لا أبداً، أنا ماني حرامي. أنت فهماني الموضوع غلط، أنا مو حرامي. لكن شو، ضابط شرطة؟ أنا ممثل. إيه، وتعبت من كتر ما حاولت شوف الأستاذ يوغ بالشركة، لهيك ما لقيت طريقة تانية لشوفه. عن جد أنا بعتذر. جيت لتصير نجم؟ إيه، تشبه النجوم كمان، وبتبكي بطريقة حلوة. إيه، يعني أنت بتعرفي للأستاذ يوغ؟ خليني قابله دقيقة، ولو خليتيني هلأ قابل الأستاذ يوغ، أنا بوعدك أني رح أعمل أي شي بتطلبيه مني فوراً. اتفقنا؟ عن جد؟ رح تعمل أي شي بطلبه؟ وعد؟ وعد، بس ما رح أعمل شي غلط. أنت متزوج؟ لا، قلتلك ما رح أعمل شي. ايه شبك؟ لك شو هالأفكار السوداء يلي بتفكر فيها؟ أنا ما رح أطلب منك شي مثل ما أنت فكرت. أنا عم أحكي عن عمل عظيم لحياتك. أنت بدك تقابل يوك؟ ايه. طيب ماشي. عن جد؟ ورح تاخد دور بفيلم. عن جد؟ رح مثل؟ ورح تصير نجم كبير. عن جد؟ شو عم تقولي؟ رح تضل تقول على كل كلمة بقولة. عن جد شبه؟ أنا ما عم صدق إنه كل هالحكي ممكن يصير. رح مثل، يعني هلأ حلمي رح يتحقق أكيد. أنا رح صير مشهور وغني. ورح تتزوج، وبالواقع كمان. يا سلام يا سلام. شو؟ دقيقة واحدة بس، يعني كيف بدي اتزوجك وانتي متزوجة؟ انت ما رح تتزوجني، انا ما عم احكي عن حالي، عم احكي عن بنت موجودة ببيت يوغ. حاكيها وبعدين اتزوجها، لانه هي مثل اخته. فكر منيح، انت رح تصير صهر لعائلة المنتج الكبير يوغ، ورح تنعرض عليك الافلام من كل المنتجين وتصير نجم يا اخي. نقي اسم المنتج اللي بتحبه. رح اتزوج مين ما بدك، انا مستعد اتزوج. يسلم لي الفهمان. وهلا جونجان رح تهتم بزواجها منه، وبفضل إيرافاتي. أنا جبت جزدان أم جونجان من الحرامي، وأنقذت جونجان من التريا، وضليت أعطيها نظرات مثل ما حضرتك طلبتي مني وقت تجربة الأداء بالأول. شو؟ أنا تصرفت صح؟ كأنك بتحب تسمع حدا يضل عم يمدحك على طول؟ لهيك بتسألني إذا تصرفك صحيح؟ لا لا، لأني بعرف إنك رح تقولي ما في داعي تشكرني، بس لو عرفت أمي شو عملتي لي هلا كانت طلبت مني أشكرك. لهيك شكراً. أصلاً ما في داعي للشكر نهائياً، أنت وفيت بوعدك وأنا وفيت بوعدي، وما في داعي لهالشكليات. عندي فكرة، بدي تجيب أمك لهون، لأنه ابن المدلل كاران رح يتزوج خلال 24 ساعة بس. حاضر مدام. وهيك رح تنقلب حياة إيرافاتي خلال 24 ساعة. ما رح أيأس لو شو ما صار معي، وأنا رح أهدم. كل حيط ممكن يمنعني من شوفة حبيبي يوغ. يا قدير ساعدني. مين جايب هالوقت المتأخر؟
ما بدي تفشل محاولتي قبل ما تبلش. ما تشيليها. حبيبتي انت نايمة مثل العصافير، وعن قريب رح خليك تنامي وما تفيقي ابدا. بالاول بقتل ساتيا وبعدين دورك. ليش اجت ايرفاتي بهالوقت المتاخر؟ هي على شو ناوية؟ هالشاب الأسمراني جنني وهو عم يطلع فيني. ما بمل؟ شو هالحب كله؟ مستحيل أنت قديش بتحبها لكهاني؟ أنا ماني مرتك، حاش تطلع. كهاني؟ اجا حدا. اهلين امي، تفضلي ارتاحي امي. لا ما بدي، ما رح اقعد. ليش اجيتي بهالوقت؟ صحتك منيحة؟ صحتي منيحة يوك، بس مو مرتاحة. ليش؟ شو صاير؟ يوك اليوم إيرفاتي غلطت معكن. الغلط ما كان بس اليوم، وهي مو أول مرة بتغلط. ليك يوك، أنا ما أجيت هلأ لهون لحتى دافع عن إيرفاتي، وإنتو يمكن تحسوا إنه يلي بدي أقوله هلأ مو صحيح. إذا في مجال كهاني تعتذر له، لأنه هالشي بيسعدني. هي مرة كبيرة ابني. كبيرة؟ يبدو أخذ رخصة لحتى تزلنا وحطتنا براسها طول الوقت، وكهاني هي اللي بتضل تعتذر منها لحتى ترضيها. ليكي كهاني، يمكن معك حق تفكري بالطلب يلي أنا قلته، بس يعني واجب الكنة والزوجة مثلك إنهم يحافظوا على العيلة، وما بدي منك أي شي تاني. صدقيني، يلي بيهمني إنك تنسي يلي صار إذا في مجال يا روحي، وهالطلب لنحافظ على تماسك العيلة وسلامتها، والباقي تعرفي لحالك، ما بدك حدا يقلك عليه. أنا رح أعتذر منه. كهاني لا تقلقي يا حماتي، خلص أنا رح أحكي معه. كهاني لازم تفكري كمان شوي، عائلتي هي الأهم عندي وفوق كل اعتبار، وما بتمنى يصير خلاف أو مشكلة بالبيت. واللي حكته أمك هلأ هو كله صح. بس كهاني، إيرفاتي اليوم تجاوزت الحد وحاولت تلطخ كرامتك بالوحل. مو مهم، فينا نغسل الوحل وننسى. بجوز يكون هدفها الوحيد هو بس لحتى تهين كرامتي، بس أنا عائلتي أهم عندي من محاولة إهانتها إلي. لا تخافي يا حماتي، أنا رح أعتذر منها. شكراً، أنت كتير عاقلة يا بنتي. ولا يهمك، تصبحوا على خير. تصبحي على خير. أنت طيبة كتير كهاني. وقلت قبل هلأ شو؟ أنا محظوظ كتير لأني التقيت فيك. التقيت بكهاني مو فيني، ارحمني يا زلمة. كهاني هلأ محبوسة بالغرفة ومشتاقت لك. أنا ساتيا يا عيني. الوقت تأخر، خلينا نروح ننام. تصبح على خير. ليش كهاني عم تتهرب مني هيك؟ غريبة، شو صاير لها؟ ليش متغيرة معي؟
الأمنيات كلها بتتحقق وخاصة بهالمناسبات السعيدة، لهيك بتصوم المتزوجة بهاليوم تحديداً. أنا كتير انبسطت لأنك صمتي هالنهار، بس أنا لساتني مزعوجة من اللي صار فيكي امبارح، بتمنى تسامحيني. إيه رفاتي المحتالة، ما عم تتركني آخذ نفس. شو صاير لليوم؟ هي ليش كتير لطيفة معي هيك؟ يوغ، هذا اللي عم بصير هالفترة معنا مو ظريف أبداً، لهيك نحنا لازم نجتمع كلنا لحتى نفرح كل الموجودين بهالبيت وليصفى قلب الكل بهذا اليوم. شو ممكن نعمل يا إيرافاتي؟ منرقص. نرقص؟ مين رح يرقص؟ كهاني اللي رح ترقص. نعم؟ شو رأيك كهاني؟ رح ترقصي بالعيد؟ أنا؟ أكيد هي رح ترقص، الأكثر تفاني بهالليلة المباركة هي اللي رح ترقص رقصة العيد، ما في شي أحسن من هيك ما؟ طبعاً إيرافاتي، فكرتك هي ظريفة كتير. شو كهاني؟ أنا مجرد ممثلة مبتدئة وما بعرف أرقص أي رقصة، كيف رح أرقص وأنا عن جد ما بعرف أبداً؟ شو إنك خبيسة؟ بتمنى تموتي لحتى أرتاح منك. في شغلة لازم روح أعملها، رح أرجع فوراً. ليش المدام كهاني ما عم ترد علي؟ طلبت مني جيب أمي خلال 24 ساعة، وبس تجي أمي رح أتزوج من جونجان، وبس أتزوج رح صير نجم. معقول بدها تقلعني من الدور تبعي على الآخر؟ أنا اشتغلت بجهد، رجاءً لا تضيعي لي تعبي يا مدام كهاني. طيب شو خطتها يا ترى؟ عن جد غريبة. شو رح أعمل؟ لازم أتصرف بسرعة، بس يبدو ما بملك وقت كتير لهالشي. أنا لازم لاقي طريقة لأطلع من هون بسرعة، لازم اجتمع مع يوغ بأي طريقة كانت، وبعدها رح ترجع الأمور لمكانها الصحيح. لازم شوفه، لازم. ساتيا، ومين رح يكون جارتك مثلاً؟ ورطتني إيرافاتي مرة جديدة وقالت قدام الكل لازم أرقص رقصة العيد. رقصة العيد؟ يعني كيف رح أرقص هالرقصة المجهولة؟ أصلاً أنا ما بعرف أي شي عنها. أنا حاسة ضغط دمي عم ينزل. شو غفيتي أنتي؟ اسمعي وقولي. شو بدي أقول كهاني؟ أنتي قولي، وأنا ما عندي وقت لأتعلمها. شو الحل؟ ما رح تقدري تتعلميها، لازم يكون عندك حب ليوم العيد لحتى تقدري تتعلميها. ممكن تتعلمي، بس لازم يكون عندك إيمان. شوفي، لا تبلشي بمواعظك، قولي لي شو لازم أعمل وبلا كتر حكي. افتحي الباب يا ساتيا، وأنا رح أرقص هالرقصة. شو شايفتيني مجنونة؟ ساتيا، خليني أطلع من هون، وأنا رح أرقص هالرقصة، ولازم شوف يوغ وقول له كل الحقيقة. وكمان لعبة إيرافاتي هلأ لازم تنتهي بأسرع وقت، وصدقيني ما رح أترك علاج أمك يتوقف أبداً، بس بدي تطالعيني منه. أنا ما رح أفتح وطالعك، وإذا بدك تضلي تحكي هيك الأفضل تسكتي فوراً. ساتيا، أنا بدي أخبر يوغ بكل شيء. إيه، وهو رح يخبر الشرطة بكل شيء. ما رح يخبر الشرطة ساتيا، أكيد رح يتفهم وضعك والسبب يلي خلاكي تعملي هيك. وإنتي لازم تصدقي اللي عم أقوله، هو ما رح يترك علاج أمك يوقف. هلا هو شخص مؤدب واخلاقه عاليه، بس يعني ساتيا فهمي الوضع منيح. اذا انا هلا ما طلعت ورقصت رقصه العيد، وقتها انت ما رح تقدري ترقصيها، واكيد رح توقعي بورطه. لهيك الافضل نتعامل مع هالموقف سوا ونتعاون مع بعض. تركيني اطلع ساتيا، وانا رح صلح كل شيء. عم تسمعي ساتيا؟ شوفي، صحيح انا مثلت واخذت مكانك، بس انا ما بثق بالناس ابدا. هالباب ما رح ينفتح، فهمتي؟ ساتيا وقفي شوي. ساتيا هي كتير عنيدة.
لاحظتي ردة فعل كهاني؟ أيوك، فكرت إنه رح تطير من الفرح بس تسمع برقصة العيد، بس هي كأنها هي بلشت تتطلع بالكل هيك وكأنها أول مرة بتسمع عن هاي الرقصة. ليكي روبا، بصراحة بدي أقلك شي كتير ضروري. للأسف كهاني عم تتصرف بالفترة الأخيرة كأنها ما كانت موجودة معي من قبل. فكرت إنه هالشي أكيد سبب وقعتها عن الدرج، بس أنا هلأ بظن إن ما عادت بتحبني أبداً. لا تقول هيك يوك، مستحيل ما تكون بتحبك. كهاني القديمة عندها نفس الوش، بس مستحيل تكون هي حبيبتي. كهاني؟ تتذكري ايمت التقينا اول مره؟ شو هالاختبار هذا يا يوك؟ التقينا بالمعبد. ايه؟ كنتي عم ترقصي وهنيك نحن اجتمعنا مع بعض لاول مره بهي الحياه. تتذكري؟ ايه، معقول انسى يعني؟ انت بس لو عطيتني شويه وقت لجاوبك كنت قلت وجاوبتك فورا. انت كنتي لحد هي اللحظه ما بتكذبي. قليلي، انت بتتذكري رقصه العيد؟ لانك طلعتي فجاه لما طلبتها منك ايرافاتي. رح تشوف الرقصه اليوم؟ ايه رح شوفها، واليوم رح تنهي الرقصه مثل ما نهيتيها اول مره التقينا فيها انا وياكي. ايه بس دقيقة، عندي مكالمة. كان معك حق يوك، في شي مانو طبيعي. واخيرا بلش الشك عند يوك، اليوم المساء رح يصير الشك يقين. انت ايه شبك، شو عم تعمل يا اخي؟ شو مفكرني مرة كبيرة قدامك لتلمس رجلي وتاخد بركاتي؟ شو هذا يا اخي؟ وشبك؟ لا تكون قلقان علي لحتى نازل اتصالات هيك فيني من اول اليوم. يا مدام كهاني، انا خبرت كل ضيعتي اني رح مثل، رجاء لا تقلعيني من الفيلم رجاء. شو هالحكي يا كارام؟ شو بدي اقول؟ قلتي رح اتزوج جونجان خلال 24 ساعة، ومن وقتها وانا شايف حالي على حصان. حاسس انك رح تقعديني على حمار واطلع خسران بالاخر، مو هيك مدام؟ انت اجدب شيء. فكرت اني رح ألعك من الفيلم بس لاني ما رديت على اتصالاتك. اي طبعا مدام، انا بدي حلفك بامي رجاء لا تعملي فيني هيك. لحظه شوي، خد نفس عميق لشوف، استنشف، هدي حالك شوي وروح بلش تصوير فيلمك بهدوء وركز عليه وتدرب منيح. ماشي، انصرف يلا. وعد مدام كهاني. وعد، روح. ليكي لا تعصبي مني، بس قوليها مرة تانية، حابب اسمعها منك. شو بتروح ولا بقلعك؟ رايح، أنا رايح يلا. من جهة ربطت إيرافاتي حبل رقصة العيد برقبتي، ومن جهة تانية الدراما تبعه. شو هالورطة اللي أنا واقعة فيها يا؟ لحظة شوي، وقف، تعال شوي. حاضر. بتمثل دور جديد؟ جاهز له؟ دائما مستعد لأي دور بتطلبي أنت، بس لا تقلعيني من الفيلم. ايه اتفقنا. ياي، شو هالشراب اللي عم تعملي أمي؟ مثل اللي عملته ساتيا؟ قولي اسمها بصوت أعلى شوي، لسه ستك ما سمعتك. أنا آسفة، بس أنت شو اللي عم تعملي؟ بس يفوت هالسائل على الجسم وقتها رح يسيل الدم منه. لحظة، يعني روقي وفهميني. أنا اليوم ورطت ساتيا بنت الشوارع بالرقصة، والليلة لازم ترقص بالعيد، بس هي ما رح تقدر، وبعدين رح يكتشفوا شو موضوعها، ويوج رح يدور على كهاني، بس للأسف هو ما رح يلاقي كهاني هنيك. لكن شو بيلاقي؟ المسكين يوج رح يلاقي جثة كهاني. شو؟ بس كيف؟ وقت تشرب السم مع العصير
للصدفة يوغ وكهاني تقابلوا بليلة العيد أول مرة، وكمان بليلة العيد رح يكون اللقاء الأخير لإله. إذا انكشف موضوعك أنا رح أتورط معك. الجثة تبع كهاني ما رح تحكي، وأكيد ما حدا رح يصدق كلام ساتيا المحتالة. قولي لي كيف رح تتورطي؟ وهيك رح ننتهي من كهاني وساتيا بيوم واحد؟ شو هالخطة الذكية يا أمي؟ أنتي بتعرفي طبعي كتير منيح. روحي خدي هالعصير وحطيه بالبراد، وبس أطلب منك تاخدي لكهاني لتشربه. فيك تعملي هالشي البسيط؟ ايه طبعاً فيني، اعتبري صار يا أمي. سلام يا كهاني. شبك على أساس حضرتك رحت لتجيب بصلة بس كأنك رحت لحتى تزرعها. وليش عم تضحك هيك يا مهضوم؟ لأنك بس تبهدليني بهالطريقة ما بقدر إلا أضحك. بكل الأحوال أكيد أنت شي يوم رح تقليلي ليش عم تعملي هالشي، ما هيك؟ إذا عرفت أكيد ما رح تستوعب. هداك اليوم ما رح يجي، مستحيل خبرك بالحقيقة. يلا هات البصلة، خديها وحطيها تحت باطك، ووقتها أكيد بتشوفي سحرة. لهيك كان البصل هو المفضل بالنسبة لإلي بالظبط. وأنا بحب البصل، بقصد لما كنت صغيرة بالمدرسة، بس لما قسيت علي الحياة كرهته، لأني بعدين قضيت بقية حياتي بالشوارع وما عاد شفت غيره. بس لهالسبب. بعرف إنه عندك عيلة كتير كبيرة وبتحبك كمان، بس الإنسان بحاجة لأصدقاء، العيلة وحدة ما بتكفي، وإذا احتجتيني بأي وقت رح تلاقيني جنبك، تذكري هالحكي. ماشي، رح أتذكر. جاهز؟ لا، أنت جاهزيني، تفضلي. أنا ما دخلني. مو معقول شو مسحك غليظ عن جد. وهلأ رح أمرض وترتفع حرارتي ودوخ، معناها هالمرة كمان نزعت لك خطتك يا إيرفاتي. شي حلو يا دولي، جايب الوراق كلياتها خضرة، لك ما أحلاهم. إيه يا ستي، لأنه بتانجي راح السوق من الصبح بكير ولحق يشتريهم. كتير منيح، لأنه الواحد إذا فاق بكير بخلص كل شغله هو مرتاح. يلا حطيها يلا. بتمنى يا قدير إنه بهاليوم المبارك تنتهي كل هموم العيلة وتدوم النعم علينا. اليوم رح تنصدموا صدمة كبيرة يا بنتي، استنوا وشوفوا. يا قدير أنا صرت خاف من الفرحة حتى بالأعياد المباركة، بتمنى ما يصير مشاكل، ساعدنا يا قدير، بتمنى تدوم النعم علينا. فليحيا القدير، فليحيا القدير، فليحيا القدير. ايه كهاني؟ أنا كران مدام روبا. المدام كهاني فقدت وعيها من شوي، كنت مارق من هون بالصدفة وشفتها، لهيك فكرت اتصل فيكي وخبرك. أنا رح جيبها هلأ وإجي على البيت. شو؟ كهاني فقدت وعيها؟ بس كاران؟ ألو؟ لا مو معقول، هي صارت أول مصيبة ونهارنا لسه ما كمل. يوب، يوب تعال فوراً. يوب حماتي أنا ما عم بفهم شي، هاد فال نحس، يعني كان لازم يصير مصيبة؟ لا مو هيك يا ساروج، هي حركات ساتيا الخبيثة. يوك ماما خلص لا تقلقي، أنا رايح جيب كهاني. ماشي يوك، أنا حكيت مع كاران وهنن جايين على الطريق. لا روبا، أنا اللي رح جيبها. كهاني؟ كهاني؟ شو صاير لك؟ هدي كهاني، أنت بخير يا بنتي؟ حرارتها مرتفعة كتير. مرتفعة؟ أنا نصبت لك فخ كبير، ما في مجال تطلعي منه بهي الحركات. شكراً كاران، أنت شاب شهم وأكابر ومحترم، وكمان أخلاقك عالية كتير، ومنيح أنك شفت كهاني وجبتها، وإلا صارت مصيبة. أنا رح أتصل بالدكتور. ليكو وصل الدكتور، أنا الدكتور. اللي حكيت معه. شكراً إليك. حصل. إيه تفضل.
هي مصابة بحمى قوية. مو طبيعي، الأمراض صايرة منتشرة هالفترة بكل البلد يا دكتور. هي مريضة بس لا تقلي معها حمى الملاريا. رح آخذ عينة من دمها وبالتحليل رح نعرف كل شيء. الكل بس بده يعمل لي تحاليل، شي بيضيق الخلق. بتمنى ما تنكشف وتمروا على خير. دكتور قلي طمني، في شي خطير؟ رح نعرف شو صاير معه بالضبط بس تطلع نتائج التحاليل. بدكم تصبروا شوي. رح انكشف بعد التحليل، هلا كيف رح انفض من عمايا الإيرفاتي الشريرة. شكرا دكتور. شو صار معك يا كهاني؟ انت كيف مرضتي هيك فجأة؟ انت كان لازم ترقصي رقصة العيد. صحيح وشك بيشبه وشها لكهاني، بس زمرة دمك مختلفة. تفرجي شو رح يصير فيكي. مسكينة كهاني، أنا قررت أقتلها بيوم العيد، بس بكل صراحة أنا كنت مفكرتها غبية، بس طلعت داهية أكتر من مرة. حاولت أقتلك من لما كنتي صغيرة. اليوم رح أحصد نتائج محاولاتي. لما تنفضح قصة ساتيا، جونجان رح تخلي كهاني تشرب العصير، وبعدين من السهل إني اتهم ساتيا بهالجريمة وقول إنه هي سبب موتها لكهاني. ماما تعالي. شو القصة؟ هلأ تعالي معي بسرعة. يلا. يا بنتي أنا برأيي إنك تعبانة كتير، ورقصة العيد مانا سهلة وبدها جهد، لهيك لازم تفكري منيح. إيه كهاني، أمي في معها حق، الدكتور نصحك إنك ترتاحي، لهيك بلا رقصة العيد اليوم. بس قلبي عم يقلي إني لازم أرقص، وإنت بتعرف إنه حبيبتك كهاني ما بتسمع إلا لقلبها. بس كهاني بلكي الرقصة خلتك تتعبي. رقصة العيد هي محبة وإيمان، مستحيل تتعبني يا أختي، بالعكس رح تشفين. معقول بتعرف ترقص رقصة العيد؟ مستحيل، معناتها شو رح تعمل هلأ؟ حاسس إنه حبيبتي كهاني رجعت لي وهي اللي واقفة قدامي بهي اللحظة. شربي العصير. اليوم كهاني رح تموت، وانتي يا ساتيا رح تفوتي على السجن. فكري منيح، رجليكي من التعب ما رح يتوازنوا. يلي ما بيحس بخطواتهم هدول هن اللي ما بيتوازنوا. أنا بقدر أمشي على الجمر، وهالبيت عطاني شغلات كتير، الألم، الجروح، والأمل. بس اليوم وللمرة الأولى رح يصير في رقصة العيد لتكون بداية لحياة سعيدة، لأنه هلأ صار في حزن كتير هون. بهاليوم كلنا رح نفرح. جاي شمبو 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 جاي شمبو
اليوم نهايتك كاهان، رح ارتاح منك وتموتي. ساعدني يا قدير، اليوم محتفلين بالعيد وأنا بدي أحتفل فيه. بترجاك اليوم لا تتخلى عني. خدي شو هذا العصير مشان تشربيه، يعني بما أنه اليوم عيد. شو هذا؟ عصير العيد، امسكي. أنتي رح تشربي هالعصير ونحن رح نرتاح. حطي هون يا جونجان، رح أشربه بعدين. اشربي هلأ. حطي جونجان، أنا رح أشربه بعدين. رح أشربه بعد شوي، بس لا تنسي. كهاني، كهاني وينك؟ زوجك شك فيني لما توترت من طلب قرفاتي مني ارقص رقصة العيد. وشو هلا؟ انتي ما بتعرفي ترقصي، بس انتي بتعرفي. رقصي اليوم. انا لك، انا قلت لك هذا الحكي بس انتي ما سمعتيني. سمعتك، ماني طرشة، بس انا تجاهلت حكيك بصراحة. هالحياة تعبت لي قلبي كتير ولعبت فيه بأسوأ، ودائما كنت الخسرانة. لهيك صار قلبي مثل الحجر لحتى ما ضل انقهر وازعل وابكي لحالي. طيب وقلوب اللي بتحبيهم؟ أنا أمي هي الوحيدة يلي بتعني لي بهالدنيا. لما الكل زتوني ورموني بالشارع، هي يلي حضنتني واهتمت فيني، وأنا عم أعمل هيك كرمالها. وما بعرف ليش عم أحكي لك، يمكن لأنه ما رح تفهمي علي. فهمانة عليك، يمكن الشبه بيناتنا دليل على مصيرنا المتشابه. أنا معك بشغلة، إنه قلب الإنسان لازم يكون كتير قوي، بس ما لازم يكون حجر. لا، أنا قلبي طيب، لهيك إجيت لعندك. وأنا رح أوثق بحدا لأول مرة بحياتي، وانتي حاولي ما تخونيها والا رح ضايقك. لا لا تخافي، انا مستعده اني موت، بس مستحيل حطم قلب الناس يلي بحبهم او خون ثقتهم. فكيف انتي يلي ممكن تكوني اختي المفقوده؟ اليوم توحدت قلوبنا ومصيرنا، وممكن الحياه تخلينا نرجع عيلتنا يلي فقدناها. انسي هالحكي، هلأ مو وقته أبدا. انتي لازم تطلعي هلأ، بس لازم ترجعي بسرعة. بتمنى انه تمرق هالقصة على خير، خايفة يصير شي سيء. ما بدك تحضنيني يا أختي؟ خلص حاج أحضان، أنت بتضلي على طول عم تبكي، حاولي تخففي دموعك. بعدين أنا وثقت فيكي بصعوبة، لا تخذلي هي الثقة وإلا معي مسدس، انتبهيها. شبك ما بدك تروحي؟ يلا بسرعة. ما بتمنى إلا شغلة واحدة، يجي اليوم اللي أقدر أضرب فيه جونجان التافهة كفين هر الأسنان على الأرض. بس كيف يعني؟ ما أنا كهاني هلا، ما رح أقدر أعمل شي. أخ لو بقدر. أنا خايفة كتير،
كل يلي بدي اياه انه ما تصير مصيبه فو، والا انا رح ضل علقانه بهالغرفه المعتمه. لا 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 اكيد لا، وامي كمان هي رح تموت من القهر بالمشفى. انا عن جد خايفه وراسي عم يوجعني من كتر التفكير. فليحيا القدير، فليحيا القدير، فليحيا القدير. كهاني، 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 شو صاير لك يا بنتي؟ قومي. عم تبكي وكأنه إلى سنين ما شافت يوغ يا ستي. ممكن تكون تأثرت بيوم العيد وهذا الشي ببكي. يوغ طعميها. كهاني يوغ خدها ترتاح. يلا ساتيا، ليش عم تتصرف هيك بهالطريقة الغريبة؟ معقول تكون هي كهاني؟ بس ساتيا ما بتعرف إنه كهاني كانت محبوسة بالأبو. هي ساتيا ولا كهاني؟ طمنيني أنت منيحة؟ المهم أنت منيح، بتمنى تضل جنبي. يا قدير، كل إنسان بياخد بهالدنيا نصيبه، وأنا بعمري ما ظلمت حدا. لهيك عندي أمنية إنه طول لسه شوي صغيرة بهي الدنيا، وإذا بدي موت يكون المكان ضاوي مو معتم مثل هالغرفة، لأني بخاف من العتمة. بالأول الرقاصة كهاني، وهلأ هديك ساتيا بنت الشوارع. لك هن التنتين نزعوا حياتي. أنا بكل عمري ما كرهت حدا ولا تمنيت أقتله هيك، بس هلأ بتمنى تموت لأرتاح. أنا حابة أحكي معك يوك. وأنا كمان بدي أقول لك على شغلة. تعالي. ألو كرام؟ ألو، أنت عم تسمعني شي؟ إيه كاران؟ ألو؟ شو هالضغطية؟ كاران؟ أنا شو بدي أعمل طيب؟ يعني ساتيا ما بدها ياني أحكي، بس هي ما بتعرفه ليوغ مثلي، وما بتعرف قديش منيح. كمان هي ما بتعرف إنه إذا أنا خبرت يوغ بالحقيقة هو رح يقدر موقفها منيح، وأكيد رح يساعدها وما رح يحكي مع شي. طيب خلص، أنا رح خبره.
مبين انك مزعوجه كثير. ما بدك تقولي لي شو هو اللي مضايقك؟ وليش بتضلي بعيده عني كل هي الفتره وعم تتهربي مني كل ما قربت منك؟ شو انا غريب عنك؟ هذا بيعني انه إرفاتي كذبت بهذا الشيء كمان. ساتيا اخذت مكاني لتنقذ امها بس ما خانتني. اذا كانت اختي او لا، طلعت انسانه صادقه وبنت قلبها طيب. كهاني، وين شردتي؟ انا كنت عم اسال حالي سؤال بالفتره الماضيه، اليوم رح اسالك اياه. انت عن جد بتحبيني؟ انا بحبك كثير يا روحي انت يا حبيب قلبي. طيب شوفي، ليش تصرفاتك متغيره معي؟ فهميني شو القصه كهاني، احكي لي بقلبك بكل صراحه وصدق. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.